العلامة الخامسة فتح بيت المقدس. ملي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت المقدس تحت الاحتلال النصارى الروم، والروم دولة قوية متمكنة، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس واعتبر ذلك شرط من أشراط الساعة، كما في حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها فتح بيت المقدس. وتفتح بيت المقدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 16 هجرية، وطهروا من الكفر وبنى فيه مسجد. وتفتح بيت المقدس جزء المرات، مرة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومرة في زمن الدولة الأيوبية. فتحه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عام 583 للهجرة. وغي تفتح بيت المقدس بإذن الله على يد فئة مؤمنة، حتى أن الشجر والحجر غي ينطق ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فقط. وغنتكلموا بإذن الله على بعض المعارك اللي غتوقع حول بيت المقدس وقتال المسلمين لليهود.